بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي كليات الطب والكليات الصحية الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفقين إن شاء الله بالنجاح والصلاح والفلاح وبالتوفيق إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم على النرفز سيستم، overview or introduction to the nervous system. nervous system ناخد تعريف كده. it is a complex system، سيستم معقد، which monitors the changes in external and internal environment and start dealing with them. يعني حاجة معقدة هتتعامل وتتكيف مع التغيرات الخارجية والداخلية وكيفية التعامل معها. It is formed of highly specialized nerve cell. بيتكون من أساسا special nerve cell بنسميها neurons. Neurons. النيورونز دي، ركز معايا يا حبيبي انت وهو ماشي، عبارة عن الاناتوميكال والامبريولوجيكال والفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم. هي دي الاساس الاصيل للجهاز العصبي. مركز معايا؟ يعني بدون النيورونز مفيش تعاملات مع external والinternal environments. فالنيورونز ديت هي الفانكشنال يونت اوف ذا نيرفس سيستم. لما اجي اقول لك النيورونز تقول لي ايه؟ فانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم، اناتومي، امبريولوجي، اي شيء، هي دي الاساس. طيب بتتكون من ايه النيورونز دي؟ بتتكون من ايه؟ سيل بودي. سيل بودي، ادي السيل بودي، ادي السيل بودي، ادي السيل بودي. السيل بودي بتحتوي على نيوكليوس. بتحتوي على ايه؟ نيوكليوس. بتحتوي على نيوكليوس. والسيل بودي ماشي او البودي بيتكون من بروسيسز. ايه هي البروسيسز اللي موجوده؟ اكسون. اكسون، ادي الاكسون، ادي الاكسون، ادي الاكسون. ماشي، الاكسون عباره عن ايه؟ سنجل لونج بروسيس، سنجل لونج بروسيس، سنجل ولونج بروسيس، سنجل ولونج بروسيس. فايدته ايه الاكسون ده؟ ده الناقل، كاري النيرف امبلسز. النيرف امبلسز بياخد الايه؟ النبضات العصبيه، النيرف امبلسز ماشي فروم سيل بودي. هياخد منها، هياخد منها ايه؟ النبضات العصبيه من السيل بودي. ماشي يا شباب؟ يبقى الاكسون هيعمل ايه؟ هياخد للنيرف امبلسز من السيل بودي ماشي اوتسايد ذا سنترال نيرفس سيستم. الاكسون ايه؟ هيتجمع في جروب ماشي، هيتجمع في جروبس فورمينج ديفرنت نيرفس بودي. هيتجمع في جروب هيدينا ايه؟ ماشي، الاكسون دي لما تتجمع في جروب هتدينا نيرفز ايه؟ بودي كتير.
بعد كده ادي الاكسون، يبقى السيل بودي فيها نيوكلس، وبعد كده فيه اكسون، وفي بعد كده الدنترايت. تعال نشوف ادي الدنترايت، ادي اكسون طالع اهو ماشي، وادي الدنترايت. الدنترايت ايه؟ مالتيبل بروسيس، مالتيبل بروسيس كاري ايه؟ امبلسز توورد سيل بودي، توورد السيل بودي. ادي الدنترايت تهيت ماشي، بتجمع الدنترايت بتجمع الايه؟ الامبلسز توورد ايه؟ سيل بودي. يبقى ادي الدنترايت جمعت الامبلسز ودخلتها السيل بودي. مركز يا حبيبي، يبقى انا عندي الدنترايت بتعمل ايه؟ بتجيب من بره للسيل بودي، والاكسون بياخد من السيل بودي، والاكسون بياخد من السيل بودي. الامبلسز بقى، الامبلسز اللي هي باس فروم نيورون تو انذر ماشي، من نيورون للتاني ماشي، باي ميتنج، ذيس ميتنج بنسميها ايه؟ سينابسز. يعني امبلسز فروم نيورون تو انذر نيورون ماشي، من النيورون للاخر عن طريق السينابسز، زي عن طريق الايه؟ السينابس. يبقى السينابسز عباره عن ايه؟ ميتنج اوف تو نيورونز، ميتنج اوف ايه؟ تو نيورونز. يبقى انا عندي دلوقتي النيورونز بتتكون من ايه؟ ادي سيل بودي، ادي سيل بودي، مركز يا حبيبي، ادي سيل بودي. بعد السيل بودي ايه اللي بيدخل لها الدندرايت؟ ايه اللي بيدخلها الامبلسز للسيل بودي؟ الدندرايت. ايه اللي بياخد منها الامبلسز؟ ادي الاكسون. طب نيورون مع نيورون، نيورون مع نيورون، التقاء اتنين نيورون مع بعض، في حاجه بنسميها ايه؟ ساينابس. حاجه بنسميها ايه؟ ساينابس، اللي هي محطه الالتقاء. ماشي يا شباب؟ زي الايه؟ محطه القطار، بيتجمع فيها قطارين، بيتجمع فيها ثلاثه، بيتجمع فيها اربعه. ايه بقى؟ الدندرايت جمعت ماشي، ادي الدندرايت جمعت الامبلسز وقامت نقلاها للسيل بودي ماشي، والسيل بودي ماشي طلعها عن طريق الاكسون. ده احنا بنمثلها ايه؟ لو انت في رايح مثلا مكان بعيد، مثلا رايح مكان بعيد، انت هتطلع مثلا من اي مكان، هتلاقي الوصلات الخارجية الداخلية كتير، اللي هي بنسميها الدندرايت، اللي بتجمع للمحطة الكبيرة الاصلية، المحطة الاصلية اللي هي السيل بودي. هذه المحطة الاصلية هتنزلك في اي مكان ماشي، هتطلع منها عن طريق الايه؟ الاكسون. طيب المحطة دي السيل بودي مع السيل بودي هتبقى ايه يا اولاد؟ بنسميها ايه؟ ساينابس، ساينابس. ماشي يا شباب؟ ماشي يا شباب. مركزين في النيورونز؟ مركزين في النيورونز؟ ها؟ نيورونز عبارة عن ايه؟ مكوناتها ايه؟ ها؟ سيل بودي. طب ايه التاني؟ ادي الدندرايت. ايه التالت؟ ادي الاكسون. طب نيورون مع نيورون، يلا شاطر يقول ساينابس. ماشي، برافو عليكم، برافو عليكم. يلا عندنا النيرفس سيستم، واحد يفكر كده يجي يقول النيرفس سيستم ده حاجتين اتنين، سنترال نيرفس سيستم اهي سي ان اس، سنترال نيرفس سيستم، وبريفرال نيرفس سيستم بي ان اس. السنترال نيرفس سيستم ده حاجه من اتنين، يا طالع من البرين، برين ان ذا سكال، يا طالع من السباينال كورد ان ذا فيرتبرال كولا. يبقى انا عندي دلوقتي الجمجمه، ادي الجمجمه هتطلع لك ايه؟ النيرفز اللي هتطلع منها ايه؟ ماشي، سنترال. طب السباينال كورد النيرفز اللي هتطلع منها ايه؟ سنترال برضه. طب تيجي نبص بعد كده البريفرال نيرفس سيستم، البريفرال نيرفس سيستم هيبقى عند حاجتين اتنين، اوتونوميك نيرفس سيستم، اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هي السمباثيك والباراسمباثيك، والسوماتيك نيرفس سيستم. السوماتيك نيرفس سيستم اللي هي الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز. ايه يا شباب؟ السيمولي. يلا النيرفس سيستم حاجتين اتنين، سنترال وبريفرال. طب السنترال جاي منين يا واد؟ منين؟ من البرين. وايه تاني؟ والسباينال كورد. طيب بعد كده البريفرال، ادي البريفرال عندك اهو، عباره عن اوتونوميك وعباره عن سوماتيك. الاوتونوميك
سمباثيتك عباره ايه؟ سمباثيتك والسوماتيك كرينيال وسباينال. يلا يا شباب بسم الله، هندخل على اول حاجه في النيرفس سيستم. البرين، برين مخ يا برين، ماشي. ادي السنترال النيرفس سيستم، اول حاجه تتكلم فيها ايه؟ ادي البرين. بص للمنظر الجميل ده، ادي البرين. حد ينسى البرين؟ طب تعال شوف ايه هو البرين. تو سيري بارتس، سيريبرام، سيريبرام ماشي، برين ستيم، برين ستيم ادي البرين ستيم، سيريبيلم ادي السيريبيلم. يبقى اما يجي سؤال واضح وصريح قول لي يا ابني مكونات البرين، يلا مين؟ تمام. يبقى اول حاجه السيريبرم، شاطر، ادي انت قلت السيريبرم. تاني حاجه اللي جنبه برين ستيم، شاطر. طب اللي هناك سيريبيلا. يبقى انا عندي ثلاث مكونات اساسيه للبرين، ماشي. يلا يا لماح انت، هو ايه هما؟ الشاطر يقول طب دي ايه؟ واحد قال لي ايه دي؟ ايه سيريبرم ولا سيريبيلا؟ سيريبرم، ممتاز. طب التاني، التاني دي ايه؟ ديت ايه؟ برين السم، برافو عليك. طب اللي هناك في الاخر، طب اللي مش مركز معاي، السيريبيلا، ادي السيريبيلا. يبقى انا عندي ثلاثة بارتس، سيريبرم برين ستيم سيريبيلا، سيريبرم برين ستيم سيريبيلا، ما تنساش سيريبيلا برين ستيم سيريبرم، ما تنساش برين ستيم سيريبرم سيريبيلا، ما تنساش سيريبيلا برين ستيم سيريبرم. تبديل وتوفيق من فوق لتحت، ادي الثلاثة بارتس. السيريبرم، السيريبرم بناخد عليه كلمتين، تو سيريبرال هيموسفير، واحد ولا اثنين؟ ادي اثنين سيريبرال هيموسفير، ماشي. ادي تو سيريبرال هيموسفير، بينهم فيشر في النص، ماشي، بينهم فيشر في النص، ملتصقين مع بعض، لازقين في بعض بالكوربس كارلوس، ماشي. يبقى ده الاساس اللي ماسك الاثنين سيريبرال هيموسفير. يبقى التو سيريبرال هيموسفير، التو سيريبرال هيموسفير يا شباب ماسكين بايه؟ اما اجيبها لك سؤال تنسى؟ لا، كوربس كارلوس. يبقى الكوربس كارلوس ده بيعمل ايه؟ كونكت التو سيريبرال هيموسفير ويز اتش اذر. طيب نخش بعد كده البرين ستيم، ادي البرين ستيم هيتكون من ايه؟ قول لك شاحت شاطر كده، ماشي. ادي الميد برين، جوه شويه، ادي البونز، ماشي. الميد برين، الميد برين، ماشي. ادي الميد برين والبونز والمظله اوبلنجات، ادي الميد برين في القطاع الطولي ده، ماشي. ادي بونز، ادي المظله الابلنجات. يما اجي اقول لك وما تنساش ان مكونات الميد برين عباره عن ايه، او البرين ستيم عباره عن ايه، هتقول لي ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ ميد برين، ميد برين ابر بارت، ادي الميد برين. البونز، ميدل بارت، ادي الميدل بارت. مظله اوبلنجاتا، لور بارت، ادي اللور بارت. يبقى اللور بارت دي ايه؟ مظله اوبلنجاتا. الميدل بارت عباره عن ايه؟ بونز. الابر بارت عباره عن ايه؟ ميد برين. بعد كده السيريبيلم، حد ينسى السيريبيلم؟ ادي السيريبيلم، ماشي يا شباب. ادي البرين. ها نقول تاني ولا انت شطار؟ لا انا عارف انكم شطار، خلاص نخش على حاجه تانيه. السيريبرال فيتشر، في عندي جيراج، ادي جيراج عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ الليفيتد ريدج، ماشي.
ريدج حافة عالية حوطة البرين، ادي الليفيتد ريدج. سالكاي سمول جروب ديفايدن جايراي، ادي جايرس مع جايرس مقسومة بايه؟ بسالكس، ادي السالكس. سنترال سالكس، سنترال سالكس، عندي السنترال سالكس ديفايدد الفرونت اللوب ماشي فروم برايت اللوب ماشي، عندي سنترال سالكس وهنشوفها في الصور اللي جايه ان شاء الله. عندي فيشر، عندي فيشر ديب فيشر ديفايدنج ايه لارج ريجونز واللوبس اوف ذا برين. عندي كم فيشر؟ في لونجيتودينال فيشر، لونجيتودينال فيشر ده ديفايدد تو سيريبرال هيموسفير ماشي، ادي لونجيتودينال. عندي ترانسفيرس فيشر ديفايدد السيريبرم من السيريبل ماشي. عندي بعد كده لاترال فيشر ديفايدد التمبورال لوب من البرايتال والفرنتال لوب. تعالوا نشوف الفيشرز، ادي اللي انا شايفه الصوره اللي بتوضح جايراي، ادي الجايراي ماشي، وادي السالكاي، ادي السالكس. يبقى الاليفيشن ده بنسميه جايراي، والدبريشن ده هو الجروب ده بنسميه سالكس. ما تيجي نشوف الفيشر بقى، ادي السنترال فيشر، ادي السنترال فيشر. قبل ما نتكلم على الفيشر تعالوا نتكلم على اللوبس. في عندي هنا كام لوبس؟ ادي فرونتال، يبقى البرين عبارة عن فصوص، فرونتال اللي هو في المقدمة، برايتال الجوانب، خارجي خلفي اكسيبيتال، اذني تمبورال. يبقى كام لوب موجودين؟ 1 2 3 4 شطار. اول واحد ايه؟ ها فرونت. تاني واحد ايه؟ برايت شاط. تالت واحد ايه؟ اوكسيبيتال. رابع واحد ايه؟ تمبورال. طب تعالوا نشوف الفيشرز اللي موجوده بقى. احنا عرفنا ان دي جايراي ماشي، ودي سالكاي. عندك الفيشرز اللي موجود، ادي السنترال فيشر، فصل ايه عن ايه؟ ما تقول معي فرونتال من البرايتال، فصل الفرونتال من البرايتال، ادي السنترال ايه فيشر. نيجي نبص تاني على البرايتال والفرنتال والتمبورال، مش دي التمبورال؟ اه التمبورال لوب، ودي البرايتال اه البرايتال لوب، ودي الفرنتال اه الفرنتال لوب. طب ايه اللي فاصلهم عن بعضهم يا حبايبي؟ بنسميه لاترال فيشر. ايه لاترال فيشر بيعمل ايه يا اولاد؟ بيفصل عن ايه؟ اللاترال به بيفصل ثلاثة لوبس، برايتال وفرنتال من فوق وتمبورال من تحت، بيفصلهم عن بعض. طب تيجي نبص بعد كده للترانزفيرس فيشر، ادي الترانزفيرس فيشر. ترانزفيرس فيشر عمل ايه؟ قسم السيريبيلم من الاكسوبيتال لوب، او قسم السيريبيلم من السيريبرم، عمل فاصل بين الاثنين. يبقى ليك دلوقتي حد ينسى اللوبز اوف ذا برين؟ هي الولد الشاطر نمرة واحد ايه؟ فرنتال لوب. طب الولد الثاني انا عارف انك اشطر، برايتال لوب. طب الثالث، ايوه يا دكتور ايوه ده اكسوبيتال لوب، ممتاز ممتاز. طب اللي هناك؟ اه
مركز ولا مش مركز يا واد؟ مركز يا دكتور. ايه ده؟ تمبرال لوب؟ ايوه يا دكتور، تمبرال لوب. ممتاز ممتاز، ماشي ماشي. يبقى احنا كده ايه؟ كام لوب دلوقتي يا اولاد؟ فرنتال، برايتال، اوكسيبيتال، تمبورال. طب كام فيشر؟ ها؟ أربعة ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة فيشر. طب شاطر، قول لي. نمرة واحد؟ نمرة واحد إيه؟ أدي السنترال أهو. فيشر. قسم إيه؟ بريت من الإيه؟ من الفرنت. طب اللاترال؟ فيشر. ماشي؟ قسم إيه؟ التمبورال من البريتال من الفرنتال. طب ترانسفيرس فيشر قسم أو فصل إيه؟ الإكسوبيتال اللي هو السيريبرم من السير إيه؟ السيريبل. ماشي يا شباب؟ ماشي يا شباب. في عندي لونجيتيودنال فيشر؟ في لونجيتيودنال فيشر أهوت؟ القسم التو سيريبرال هيمسفير من بعض. ماشي؟ يبقى الرسمة بتاعتنا تاني، نرجع للكلام اللي احنا قلناه هناك ده تاني اهوت. كام؟ جايراي عرفناها. ماشي؟ سالكاي في سنترال سالكس قلنا عليه. كام فيشر؟ في لينجوتيودينال، في ترانزفيرس، في لاترال ايه؟ فيشر. يلا يا شباب. خلاص؟ خلاص كده؟ ادي لينجوتيودينال اهو. ادي ترانزفيرس، ادي اللاتر، وادي ايه؟ السالكس. السيرفيس اوف ذا برين او السيربرال هيمسفير، السيرفيس بتاعه في لاترال سيرفيس وفي ميديال سيرفيس وفي انفيرور سيرفيس. ادي الثلاثه سيرفيس بتوع الايه؟ السيربرال هيمسفير. اللوبز احنا قلناها قبل كده، يلا نعدها. نمرة واحد فرانتال، نمرة اتنين برايتال، نمرة تلاتة تيمبورال، نمرة أربعة أوكسيبيتال، نمرة خمسة ليمبيك سيستم. آدي فرانتال، برايتال، أوكسيبيتال، تيمبورال، ليمبيك إيه؟ لوب. ادي السيرفيس تاني، فرانتال، فرانتال اهي، ادي برايتال اهي، ادي اوكسيبيتال لوب اهي، ادي تمبورال لوب. ماشي؟ عندك ادي السنترال سالكس اهو، فصل البرايتال من فرانتال هنا، لاترال هنا، لاترال فيشر. ادي اسم فصل التمبورال من البرايتال من الفرنتال. عندنا هنا السنترال ترانسفيرس فيشر، ماشي، فصل السيريبرم من السيريبل. اللوبات يا اولاد محدش ينساه. ايه دي؟ ماشي ممتاز، فرانتال. طب ايه دي؟ ليمبك، ممتاز. ايه دي؟ تمبورال، ممتاز. ايه دي؟ اكسيبيتال. اخر واحده برايتال ايه؟ لوب. تعالوا نبص على كل لوبس، ايه الفانكشنال الفانكشنز اوف اتش لوب. فرنتال لوب، ماشي، فرنتال لوب فور كونسنتريتنج، التركيز العالي، التركيز العالي فرنتال. بلينينج، تنظيم، ماشي. كومبليكس بروبلم سولفينج،
حللنا المشاكل، ماشي. وكمان ايه كمان؟ جادجمنت ذا كونسيكونسز اوف بيهيفير، بتعدل بين السلوكيات الحيويه. يا سلام يا سلام على الفرونتال لوب، يا سلام على الفرونتال لوب. كونسنتريتنج، تمام، ماشي. بلانينج، تمام، تنظيم. حل المشاكل كومبلكس المعقدة، كمان كومبلكس بروبلم سولفينج، تمام. عادلة وحاكمة في كونسيكونسز اوف بيهيفير، تمام. وهي دي اسوشيشن اريا كاري ايه؟ هاير انتلكشوالز انتلكشوال بروسيسز. المركز المدير العام، المركز الرئيسي اللي بيتحكم في التركيز، كونسنتريتنج، بلانينج، كومبلكس بروبلم سولفينج، جادجمنت، كونسيكونس، وبيهيفير. غير كده فيها ايه؟ موتور اريا، المنطقه الحركيه، المنطقه الحركيه اللي هتتحكم في الحركات الإرادية في الجسم. كنترول موفمنت اوف فولنتري سكيليتال ماسل، يعني هي تشد ايدك لفرنتال ولا برايتال؟ لا فرنتال. اسحب ايدك فرنتال، ادي بوكس ما تديش بوكس، حرك اعمل للفرنتال ايه؟ لوب، ماشي يا شباب. طب البرايتال، اذا كانت الفرنتال بتاع الحركة يبقى البرايتال هتقول لك لا انا السنسوري اريا، انا السنسوري اريا اللي بدوني انا البرايتال لوب، بدوني مش هديك احساس بالتمبريتشر ولا التاتش ولا البريشر ولا البين اللي موجود. يعني اذا كان في مشكله في البرايتال لوب مش هتحس بحراره ولا هتحس بتاتش لمس ولا اي ضغط ولا الم، ماشي. يبقى احنا دلوقتي البرايتال لوب اي حاجه في الاحساس خاصه به، سنسور اريا بروفايد سنسيشن اوف تمبريتشر، درجه الحراره، اللمس تاتش، البريشر، اي ضغط، الالم اللي موجود في السكين. ادي البرايتال لوب، يبقى دي البرايتال لوب بتاعت الايه؟ السنسيشن. في فانكشن معاه تاني اسوشيشن اريا، اريا فانكشن اندرستاندينج. يا سلام، نف الكلام اندرستاندينج لسبيتش ان يوزنج ووردز، الحروف اللي بتعبر عن الافكار والاحاسيس. In understanding speech and in using words to express thoughts and feeling. طب التمبرال اريا، التمبرال اريا هي مش جنب الودن؟ ايوه جنب الودن. يبقى sensory area responsible for hearing، جنب الودن يبقى خاصة بالايه؟ بالhearing، بالسمع. اسوشيشن اريا اللي موجوده فيه انتربريت سنسوري اكسبيرينس اند ريمبر فيجوال سينس ميوزك. يا سلام، ماشي. والميوزك والاذر كومبلكس سنسوري ايه باتر الاكسبيتال لوب. الخلاصه بتاعتها فور فيجن، فور فيجن. اسوشيشن اريا اللي موجوده في الاوكسيبيتال لوب هتعمل ايه؟ هتجمع الصوره، ماشي، في احسن صوره. يبقى انا عندي الفرونتال لوب
بسرعة كده، كونسنتريشن، بلينينج، حل المشاكل، وبيهيفير بتاع الموتور اريا. باريتال لوب سنسوري اريا، تمبرال لوب فور هيرينج، اكسوبيتال لوب فور فيجن. ادي الفانكشنز اوف ذا سيريبرال لوبز. ما تنساش يا حبايبي هنن الغره ما شاء الله. ادي البرين ماب، ادي الفرنتال لوب ماشي، ادي الموتور اهو، منطقه الموتور فوقها الموتور، البريتال لوب السنسر ماشي، تمبورال لوب ماشي الهيرنج وجزء منها السبيتش، اوكسيبيتال لوب ادي الفيجن، واللمبك لوب، اللمبك لوب اهو ماشي اللينجوج ماشي. ادي البرين ماب، ما تنساش يا حبايبي. داين سيفلون، خلصنا كده البرين. في حاجة بنسميها داين سيفلون، ايه هي الداين سيفلون دي؟ الداين سيفلون الرسمة اللي قدامي دي بتوضح حاجة دلوقتي. اللور بارت اوف سيريبرال هيمسفير تتكون من اللور بارت، ادي الداين سيفلون موجود فيها، سلامس وهيبو سلامس، سلامس وهيبو سلامس، وادي البينير بيرن. وبعد كده بندخل على البرين ستيم اللي هو الميد برين والبونز والميدل. ناخد في الداين سيفلون السلامس. السلامس عباره عن ايه؟ الغرفه الداخليه في البرين، التوب اوف برين ستيم، التوب اوف برين ستيم يا سلامس اهو، التوب اوف برين ستيم ماشي. السلامس عبارة عن ايه؟ محطة للسيريبرال هيمسفير. كل تقريبا كل السنسوري امبلسز هي باسنج ثرو ات، تيجي هنا كل السنسيشن، كل السنسيشن من الجسم اللي جاي عشان تروح لهاير ليفل. طب طلعت هنا الفرنتال لوب، وطلعت هنا البريتال لوب، وطلعت للاوكسيبيتال لوب ماشي. ادي الايه السلامس جيت واي تو سيريبرال كورتكس، نيرلي اول سنسوري امبلس بس رؤيت تو ذا هاير ليفل اوف ذا برين. ادي السلامس. الهايبوثالامس، الهايبوثالامس لاي اندر ذا سلامس ات توب اوف برين ستيم. هايبوثالامس سمول، هايبوثالامس سمول. طب فايدته الهايبوثالامس ايه؟ السلامس قلنا بياخد السنسيشن للهاير ليفل بتاع البرين، انما الهايبوثالامس وظايفه مهمه جدا، كنترول ميني كريتيكال بودلي فانكشنز، كنترول اوتونوميك نيرفس سيستم. سنتر for emotional response and behavior، يبقى كنترول للاوتونوميك نيرفس سيستم ادي الهايبوثالامس. سنتر فور ايموشنال ريسبونس اند بيهيفير، التفاعلات والبيهيفير والسلوكيات. ريجوليت البودي تمبريتشر ادي الهايبوثالامس. ريجوليت الفوت انتيك، ريجوليت الووتر بالانس اند ستريس، كنترول سليب والويك سايكل، كنترول اندوكراين سيستم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت يا هايبوثالامس
بتتحكم في الاوتونوميك اللي هي السمباثيتك والباراسمباثيتك، يقول لك اه انا بتحكم فيه. تتحكم في الايموشن والبيهيفير، انا بتحكم فيهم، انا الهايبوثالامس، انا الهايبوثالامس اللي بظبط البودي تمبريتشر، انا الهايبوثالامس اللي بعمل ريجليت للفوت انتيك، انا الهايبوثالامس اللي بعمل ووتر بالانس والسيرست والعطش، انا الهايبوثالامس اللي بتحكم في السليب والويك سايكل، انا اللي بنظم كمان الاندوكراين ايه سيستم. تعالوا بعد كده نبص على البرين ستيم. البرين ستيم ماشي، احنا قلنا ان هو فوق منه الهايبوثالامس، بنقول ان هو موست بريماتيف بارت اوف ذا برين، كنترول في البيزك فانكشن اوف لايف. يبقى البرين ستيم بتاع البيزك فانكشن اوف لايف. البريسنج للتنفس، برين ستيم يتحكم في التنفس، يتحكم في الهارت ريت معدل ضربات القلب، يتحكم في البله سوالونج، يتحكم ريفلكس ساوند، ساوند الاصوات، سويتنج بلاد بريشر، سليب اند بالانس. ما شاء الله يا برين ستيم، انت ما شاء الله بتتحكم في كل حاجه، بتتحكم في التنفس اه، بتتحكم في الهارت ريت اه، بتتحكم في السوينج اه. انا البرين ستيم، انا اللي بعمل ريفلكس تو سايد، ساوند سويتنج بلاد بريشر سليب بالانس. حد ينسى برين ستيم؟ لا ما ننساهوش يا دكتور. طب قول يا حبيبي البارتس بتاع البرين ستيم. انا يا دكتور، انا يا دكتور اتفضل. نمره واحد ميد برين، ممتاز. نمره اثنين بونس، شاطر. نمره ثلاثه مظله اوبلنجاتا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى اول حاجه ايه؟ ميد برين بونس مظله اوبلنجاتا، ميد برين بونس مظله اوبلنجاتا، مظله اوبلنجاتا بونس ميد برين، بونس ميد برين مظله اوبلنجاتا. شاطر يا واد، شاطر يا واد. يلا تعالوا نبص على البونس والمظله اوبلنجاتا. البونس عباره عن ايه؟ راوندد برين ستيم ريجون بتوين ميد برين اند مظله اوبلنجاتا، ماشي. المين فانكشن للبونز، المين فانكشن للبونز ماشي، كونكت السيريبيلم تو ذا ريست اوف ذا برين، كونكت سيريبيلم تو ذا ريست اوف ذا برين. يبقى دي الوظيفه الاساسيه ماشي للبونز، هيعمل كونكشن بين السيريبيلم والسيريبرم عشان ايه؟ تو مودفاي ريسبيراتوري اوتبوت اوف مظله، تو مودفاي ريسبيراتوري اوتبوت اوف مظله. البونز هيطلع منه سيفرال كرينيال ايه نيرفز، سيفرال كرينيال نيرفز. تعالوا نشوف المظله اوبلنجاتا، كنترول فور فايتال ساينز، ديت بتاع الفايتال ساينز. انفولنتري ريفلكس شطش از سوالونج، عارفين سوالونج يعني ايه؟ البلع والاكل، فومتنج تقيؤ، سنيزنج ماشي، العطس، كوفن الكحة، اند ريجليج اوف كارديو فاسكولار اند ريسبيراتوري اكتيفيتي. يا بوي يعني غير السوالونج والفومتنج والسنيزنج والكوفن، طب ما السوالونج ديت والفومتنج ديت جي اي تي ماشي، والسنيزنج والكافنج ماشي ريسبيراتوري، ده ناقص على كده ان هي بتتحكم في الكارديو فاسكل والريسبيراتوري اكتيفيتي كمان. نقول ان المظله بيخرج منها مين؟ كرينيال ايه نيرفس.
سيريبيلم ماشي عبارة عن تو سيريبيلر هيمسفير، ادت تو سيريبيلر هيمسفير. وقلنا قبل كده ان السيريبيلم بينفصل عن السيريبرم بالترانزفيرس فيشر، كونكت كمان للبرين ستيم، كونكت للبرين ستيم. الاساس الفانكشن بتاعه ايه؟ البودي موفمنت اند بالانس، بودي موفمنت اند ايه بالانس. البرين بيتغطى بشويه حاجات يا اولاد. اول حاجه بنسميها ايه؟ مننجيز. المننجيز ده عباره عن ممبرين، ممبرين كفرنج البرين والسباينال كورد، عبارة عن ممبرين كفرنج البرين اند سباينال كورد. بيتكون من الايه؟ من جسد كونسيستس اوف 3 ممبرينز. نمرة واحد، ديورا ماتر. نمرة اثنين، اراكنويد ماتر. نمرة ثلاثة، بايا ماتر. بايا اركنويد ديورا، ديورا اركنويد، بايا اركنويد، بايا ديورا، يلا ديورا مطر، اركنويد لير، بايا مطر، بايا اركنويد ديورا، ديورا اركنويد، بايا، بايا اركنويد ديورا. ادي الثلاثة ايه؟ ممبرينز. ادي الثلاثة ممبرينز الكفرنجهم ديورا اركنويد بايا ماتر. ماشي يا شباب؟ نعم. السباينال كورد السباينال كورد اكستند فروم فورامين ماجنم to intervertebral disc of first and second lumbar vertebrae. ادي السباينال كورد. يبقى السباينال كورد اكسيسند منين؟ من الفورامين ماجنم للانترفيرتبرال ديسك between the first and the second lumbar vertebrae. في عندي سيجمنتس بتاعته، في عندي سيجمنتس، كم سيجمنت؟ سيرفايكال سيجمنت، في ثوراسيك سيجمنت، في لامبر سيجمنت، في ساكرال سيجمنت. يبقى كم سيجمنت السباينال كورد؟ ادي سيرفايك، سيرفايك نمرة اثنين، ثوراسيك نمرة ثلاثة، لامبر نمرة أربعة، ساكرا. يبقى كم سيجمنت موجودة للسباينال كورد؟ سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرا. السباينال كورد هيديني ايه؟ 31 بيرس اوف سباينال نيرفز، 31 بيرس اوف سباينال نيرفز. نوت يونيفورم ان ديامتر ثرو اوت ذا لينس. الميجرمنت بتاعته 45 سم، 45 سم. يبقى طوله كام يا ولاد؟ شطار اهي، طوله كام؟ 45. بيطلع كم نيرف؟ 31. طب كم سيجمنت؟ 4 سيجمنت، سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرال. ماشي؟ ادي معلومات بينقل فين؟ من الفورامين ماجنم للانتر فيرتبرال ديسك بين الفيرست والسكند لامبر ايه؟ فيرتبري. لو عملنا كروس سيكشن في السباينال كورد، ماشي؟ عملنا كروس سيكشن في السباينال كورد هنلاقي تو انلارجمنت في السباينال كورد موجوده فين؟ ماشي، اوكيرز ان ريجن وير اماونت اوف جراي ماتر جريتر ذان اذر. ماشي، وديت بتحصل فيها في الاماكن اللي بيبقى فيها كنترول للليمبس زي الايه؟ الابر ليمب والشولدر. هنلاقي في سيرفايكال انلارجمنت، نيرف سبلاي كتير.
اللور لمب والبلفز هتلاقي نيرف سبلاي كتير لامبر انلارجمنت. يبقى كم انلارجمنت؟ اتنين. سيرفايكال انلارجمنت، ادي السيرفايكال انلارجمنت. سيرفايكال انلارجمنت ليه؟ عشان الجرين ماتر فيها كبيرة، عشان السنسوري والموتور فيها كتير، عشان الشولدر والابر لمب. طب واللمبر انلارجمنت برضه هنلاقي الجري ماتر فيها كتير. ليه؟ عشان بتغذي البلفس، النيرفس كتيره اللي بتغذي البلفس واللور لمب. بعد كده هنشوف بعد كده في الجروس سيكشن كونس ميدلاريس. ادي الكونس ميدلاريس. يعني ايه كونس ميدلاريس؟ يعني هي ريجن ات اند اوف سباينال كورد، ات اند اوف سباينال كورد هوير تيشو تيبرس انتو كون شيب، كون شيب ماشي، كونس ميدلاريس. بعد كده فايلم تيرمينالز، كونكتيف تيشو كونتينيوس ويز بايا ماتر اوف سباينال كورد. كودا اكواين، ادي الكودا اكواين عبارة عن ايه الكودا اكواين؟ اكستنشن اوف نيرفز، اكستنشن اوف نيرفز ماشي، اكزايتنج فروم بيز اوف سباينال كورد، ابير هورس تيل، ديل الفرس، هورس تيل زي ديل الفرس. يعني سباينال نيرفز او نيرفز طلع من السباينال كورد كده اهوت بهذا المنظر، بنسميها لايك هورس تيل، لايك هورس تيل. ادي الكودا اكواين. يبقى انا عندي دلوقتي كم انلارجمنت؟ ادي سيرفايكال انلارجمنت عرفنا عشان الشولدر والابر لمب، واللامبر انلارجمنت ماشي، ادي اللامبر انلارجمنت عشان البلفس واللور لمب، والكونس ميدلاريس ادي اللور اند هيد اوف سباينال كورد ماشي. بعد كده الفايلم، الفايلم تيرمينالز عبارة عن كونكتيف تيشو كونتينيوس وسباي ماتر سباينال كورد، والكونس والكودا اكوينا عبارة عن امتدادات اكستنشن اوف نيرفز اكزايتنج فروم بيز اوف سباينال كورد، وهي شكل ديل الفرس لايك هورس تيل. وكنا عملنا، نبص للرسمة دي، عملنا سيكشن اهوت كروس سيكشن في السباينال كورد، هذا كروس سيكشن وهذا كروس سيكشن. نركز في الرسمة دي نفهمها يا اولاد. الكروس سيكشن دلوقتي عندنا فيه ادي السباينال كورد مقسوم انتيرور ميديان فيشر، ادي الانتيرور ميديان فيشر وادي البوستيرور ميديان فيشر. يبقى ده في السباينال كورد فيشر، فيشرين اتنين، ادي انتيرور ماشي وادي بوستيرور. ده اللي معانا دلوقتي. عندي بوستيرور بارت اهوت وعند انتيرو بارت. في عند حاجتين في الكروس سكشن، في عند وايت مطر، ادي وايت مطر النيرفز بتتجمع فيها الفايبرز هاي. الوايت مطر فيها دورسال كولم، ادي الدورسال كولم، وفيها فينترال كولمز، ادي الفينترال كولمز وادي اللاترال كولمز. ديت الكولمز ديت اللي بتطلع فيها التراكت ماشي. يبقى انا عندي دلوقتي ادي الوايت ماترز، في دورسال كولم، في دورس، ادي بصي دورسال كولم وفينترال كولم وفي لاترال ايه كولم. طب الجري ماتر، ادي الجري ماتر اهي، في عندي بوستيرور هورن وفي عندي انتيرور هورن وفي لاترال هورن ماشي. يبقى انا عندي دلوقتي ماشي ادي البوستيرور هورن اللي هي السنسوري وادي الانتيرور هورن اللي هي الموتور، عملوا ايه؟ ادي بوستيرور مع بوستيرور، بوستيرور مع بوستيرور ماشي. ادي البوستيرور هنا ادتنا دورسال روت وادتنا دورسال روت وادي الفنترال روت، دورسال روت وفنترال روت
اتحدوا مع بعض ادانوا ايه ماشي سباينال نيرفز، ادي السباينال نيرف اللي هي ميكسد بقى هنا شايله الاثنين السنسوري وشايله الموتور، ادي السباينال نيرف عباره عن ايه دورسال روت وفنترال روت. ماشي يا شباب نيجي نبص للصوره الجميله ديت بره، ادي الصوره الجميله، ادي بوستيرور هورن ماشي، ادي بوستيرور هورن ادتني دورسال روت، دورسال روت جانجليا، ادي السنسور اهوت نيورون، وادي الجميل ده الفنترال روت ماشي، ادي الفنترال روت فيها السنسوري، وجيب من اللاترال هورن اهوت الاوتونوميك، وتطلع السباينال نيرف اهو. السباينال نيرف فيه تلات حاجات، في سنسوري في سوماتيك، في اوتونوميك. ما تنساش السباينال نيرف اهوت فيه تلات حاجات، سنسوري وسوماتيك واوتونوميك، سنسوري سوماتيك اوتونوميك، ما تنساهوش يا جميل، وما تنساش الكروس سيكشن في السباينال كور، ما تنساش الوايت مطر، وما تنساش الجراي مطر. الوايت مطر فيها دورسال كولم، فيها فنترال كولم، فيها لاترال كولم، الجراي مطر فيها مستيريور هور، فيها لاترال هور، فيها انتيريور هور. ما تنساش ان هم بيتحدوا وبيطلع الدورسال روت فيها السنسوري، والفنترال روت فيها السوماتيك والاوتونوميك، والاتنين بيتحدوا مع بعض ماشي ويكونوا السباينال نيرف. السباينال نيرف فيه ايه؟ في سنسوري نيورون، في اوتونوميك نيورون، في سوماتيك نيورون. مفهوم؟ ايوه مفهوم. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا جري مطر، يلا 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 يلا. فهمنا من الكلام اللي احنا قلناه اهو، الوايت مايلينيتد اكس فورمنج نيرف، الجراي نيورون وسيلبود ودندرايت اكس، بعد كده ادينا بوستيريور انتيريور لاترال. ما ننساش يا شباب. يلا يا حبايبي نخش على الايه، السباينال مننجيز، نفس الكلام اللي احنا قلناه هناك في البرين هنحطه بهنا على السباينال كور. الكفرنج اللي هناك هم الكفرنج اللي هنا، ادي الديورا، انا الديورا طف مصر سترونج، طف ومصر سترونج، انا الاركنويد، انا الاركنويد، انا الاركنويد از بدري لوكينج عنكبوتية كاري البلاد فيزلز في سب اركنويد سبيس بايا مطر ديليكت مزر ادهيرنت تايتلي تو سباينال كور. ديورها مطر، انا الام الجافية، جافية طف ومصر سترونج، أركنويد مطر، أنا الأم العنكبوتية سبيدري لوكينج كاريز بلاد فيزلز، أنا اللي عندي الصب أركنويد سبيس بايا مطر، أنا البايا مطر، الأم الحنون ديليكيت مظهر، ديليكيت مظهر، انا الام الحنون، ادهيرنت تايتلي تو سيرفيس اوف سباينال كور،
لا تنسى الأم القافية، لا تنسى الأم العنكبوتية، لا تنسى الأم الحنون، لا تنسى البيا مطر، لا تنسى الأركنويد مطر، لا تنسى البيورة مطر. أنا البيورة مطر الأم الجافية، أنا الأركنويد مطر الأم العنكبوتية، أنا البيا مطر الأم الحنون. ربنا يحنن علينا، ربنا يحن علينا برحمته وعدله وكرمه ورزقه. يلا شباب، يلا يلا، حد ينسى؟ الأم ثلاث أنواع: جافية، ديورة مطرة، عنكبوتية، أركنويد، حنون، ديورة مطرة. يلا يا شباب، ودي صورة ما تيجي تعمل لمبر بنكشر، نعمل هنا يا شباب من الدحومنا في العمود الفقري، بنسميها لمبر فانكشن، لمبر بانكشر عشان السباينال انستيزيا، تقدير الايه الموضع هنا يا اولاد. دي صوره ان شاء الله تعرف بالكلينيكال اكزامينيشن مقدما ان شاء الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله، ونشوفكم في البكالوريوس والدرجات الاولى ان شاء الله. ادي دلوقتي الفانكشنال فانكشنز اوف سباينال كورتس، السباينال نيرفز. نركز بقى في الحته دي، سباينال نيرفز هتعمل ايه؟ هيد موفمنت، ديافرام موفمنت، نيك اند شولدر موفمنت، ابر لمب موفمنت. ادي السباينال نيرفز. فايده السباينال نيرفز ايه؟ حركه الرقبه، حركه الراس، ديافرام حجاب الحاجز، الرقبه والشولدر والاكتاف والابر لمب، الثوراسك نيرفز هتعمل ايه؟ ثوراسك موفمنت، الريبس، البريسنج، تون اوف بريشر باك ماسل، موفمنت اوف فيرتبرال كولوم، اللامبر نيرفز هيب موفمنت واللور لمب. ماشي يا شباب؟ في ساكرال نيرفز وفي كوكسيال نيرفز. هنا البريفرال نيرفز سيستم، كل ده اتكلمناه على الايه؟ السنترال نيرفز سيستم، البريفرال نيرفز سيستم. Not protected by bone. تمام. Not protected by bone. ماشي. إنما central protected بالسكال والفيرتبري. Divided into somatic nervous system. الصوماتيك ديت carry a sensation and control skeletal muscle. Skeletal muscle. Control skeletal muscle. انما الاوتونوميك كنترول السموث ماسل اللي هي الهارت والجلان. السوماتيك نيرفس سيستم، يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا دلوقتي السوماتيك نيرفس سيستم، البريفر نيرفس سيستم في سوماتيك وفي اوتونوميك. السوماتيك كنترول، السوماتيك حاجتين اتنين، سنسيشن وموتور، سنسيشن وموتور. ماشي، ادي السوماتيك. والاوتونوميك ماشي كنترول السموث ماسل في الهارت والجلال. السوماتيك نيرفس سيستم، السوماتيك نيرفس سيستم حاجتين اتنين، كرينيال اللي هم طالعين من الراس، كرينيال 12 كرينيال نيرفس واتش الراس فروم برين، 12 من البرين، واحد وثلاثين اللي هم السباينال طالعين من السباينال كورد. يبقى البرين بيطلع لنا كم نيرفز؟ 12 بنسموهم كرينيال نيرفز، والسباينال كورد بيطلع كم؟ 31 بنسموهم سباينال نيرفز. ماشي. يبقى انا عندي البرفر نيرفز سيستم، قلنا سوماتيك واوتونوميك، والسوماتيك عرفنا السنسيشن والايه والموتور، والاوتونوميك سموث ماسل والهارت والجلان. طب السوماتيك، نخش بقى على السوماتيك. السوماتيك حاجتين اتنين، كرينيال من البرين ودول 12، وسباينال من السباينال كورد ودول 31.
ودول 31 ماشي. طيب النرفز بقى اللي طلع كلاسيفيكيشن اوف نيرفز اللي هي طالعه ديت السباينال والكرينيا في ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ يعني شايله السنسور والموتور فايبر، وفي افرنت اللي هي بتاع السنسيشن كاري السنسيشن او الامبلس تو سي ان اس، وفي افرنت ودي كاري الامبلس فروم ذا برين. يعني انا هقول على حاجه، انت دلوقتي قاعد جنبك، وانت قاعد دلوقتي في المدرج، واحد جنبك كده قام مديلك ايه دبوس، وقام منبهك بالدبوس، قام غزك بالدبوس. ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ ان انت حسيت الامبلس طلعت جري على السي ان اس ماشي، على البرين فوق في السنسوري اريا. الحق في مشكله تحت السنسوري، نبهت الموتور، الحق يا موتور، تقوم الموتور بعت ايه افرنت امبلسز، حركات من فوق، حاجه سريعه بسرعه، اسحب ايدك بسرعه من الايه ديت على طول، تنبيه على طول سنسيشن وبتسحب سنسيشن وبالو ريفلكس سنسيشن وبالو، يبقى لقك بالدبوس وانت ساحب ايدك، يبقى ده حصل سنسيشن وسحبت الايد ديت ايه اللي هي الموتور ماشي. يبقى لما غازك بالدبوس دي افرنت سنسوري، وما سحبت ايدك دي بقت ايه افرنت موتور ماشي يا شباب. يبقى دلوقتي الكلاسيفيكيشن اوف نيرفس سيستم، ميكسد نيرفس افرنت افرنت، الميكسد فيها ايه الاثنين سنسوري وموتور، والافرنت سنسوري والافرنت موتور ماشي يا شباب. ماشي يا شباب. الكرينيال نيرفز اللي موجوده بقى السنترال نيرفز سيستم بتاع البرين اللي طلع من البرين، نقولهم كده نمره واحد دول مهمين جدا، الفاكتور اثنين اوبت، ثلاثه اوكيوموتر، اربعه تروكيا، خمسه ابليوسن، سته ترانجيمينال ماشي. بعد كده سبعة فيشيال، تمانية فيستيبيولو كوكولير، تسعة جلوسوفارينجيال، عشرة فيجاس، 11 اكسسوري سباينال اكسسوري، 12 هايبوجلوس. اجي اقول لك رقم 12 كام تقول لي هايبوجلوس، رقم 10 كام تقول لي الفيجاس، رقم 11 كام تقول لي السباينال، رقم 9 كام جلوسوفارينجيال، رقم 8 كام فيستيبيولو فيشيال، رقم 7 كام تقول لي الفيشيال، رقم 5 كام تقول لي ترايجيمينال، رقم 3 كام اوكيوموتور، رقم 6 كام ابليوسن، رقم 4 كام تقول لي التركر. ما تنساش الترتيب بتاعتهم يا اخويا، اقول لك قول لي رقم 1 تقول لي الفاكتور، اقول لك 12 تقول لي هايبوجلوس، اقول لك 7 تقول لي فيشيال، اقول لك 5 تقول لي ترانجيمينال، اقول لك 4 تقول لي تروكريال، اقول لك 6 ابليوسن، 3 اوكيوموتور. ما تنساش انا عندي 4 هم تلغيين، نمره 2 و3 و4 و6، 4 لوحدهم للعين، 2 3 4 6، وبعد كده الفيس اهوت ترايجيمينال ماشي، وادي الفيشيال، وادي الفيستيبلو كوكرا داخل على الاير اهو، وادي الجلوسوفرنجي اهو داخل على الماوس اهو ماشي، وادي الفيجاس ماشي، الريسبيراتوري وجي اي تي، وادي السباينال، وادي الهايبوجلوس. ما تنساهمش يا اخويا الكرينيال نيرفس. ها انقل انقل يا دكتور، خلاص احنا فهمناها. ايه هم 12 ماشي، واحد الفاكتوري تمام، طب 12 ايه هايبوجلوسال تمام، طب 5 ايه ترايجيمينال تمام، طب 4 ايه تروكيلر ممتاز. السباينال نيرف الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، سباينال نيرف اتاتش تو اتس
باي سيجمنت، باي تو رود، فنترال رود، فنترال رود ماشي، اللي هي كونتين الموتور ماشي، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. الدرسال رود ماشي، ادي السنسور فايب كاون درسال رود جانجل، ادي سباينال نيرف، وفي ميكس، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بلاش نعيده بقى. يلا شطار. الاوتونوميك نيرفس سيستم، اوتونوميك نيرفس سيستم دي بتاع الانفولنتري موفمنت، الانفولنتري موفمنت زي السموث ماسل ماشي، والهارت والجلان. الاوتونوميك نيرفس سيستم فورمد اوف سمباثيك وبارا سمباثيك ماشي، سمباثيك وبارا سمباثيك، والاثنين عكس بعض، انتاجونيستك فانكشن ولكن مكملين لبعض، اكت توجذر ماشي، يشتغلوا مع بعض. تعالوا نبص لايه الفانكشن بتاع السمباثيك، نمره واحد دايلاتيشن اوبيوبيل، في حاله الخوف يوسع عينه والرعب، اكسلريشن اوف هارت ريت، تبص تلاقي ايه جري والخوف وجري، نبرات القلب بتزيد وشعره بيقف، اريكشن اوف هير، وتلاقيه يعرق، سويتنج، انهبيتنج جي اي تي اكسبت سفنكتر ماشي. يبقى انا دلوقتي الفانكشن بتاع السمباثيك دايلاتيشن اوف ايه بيوبل، انا بيبص يمين وشمال وبسرعه، هارت ريت زادت، شعر جسمه وقف، اريكشن اوف هير، عرق ماشي، انهبيشن اوف جات اكسبت سفنكتر. طب الفانكشن بتاع البارا سمباثيك اعكس بقى، كونستريكشن اوف بيوبل، سوولينج الهارت ريت، استيموليت انتستينال بريستاليسيس اند انهبيشن اوف سفنكتر، استيموليت الجلاند سكريشن اكسبت سويت جلاند. يعني في السمباثيك دايلاتيشن، البارا سمباثيك كونستريكشن، اكسلريشن في السمباثيك سلوينج الهارت ريت، اريكشن اوف هير سويتنج ماشي، هنا استيموليشن اوف انتستينال بريستلس اند انهيبيشن اوف سفنكتر، stimulation of gland secretion except sweet gland. ما تنساش الفانكشن بتاع كل واحد. ممكن اقول لك ماشي، قول لي يا ابني الفانكشن بتاع السمباثيك ماشي، تخلط الاثنين مع بعض؟ لا. تقول لي dilation عكسها constriction برا، تقول لي acceleration عكسها slowing، تقول لي erection ماشي، تقول لي sweating، تقول لي inhibition ماشي، تقول لي في الباراسمباثيك استيميوليشن اوف انتستينال بريستاليسيس ماشي، استيميوليشن اوف جلاند سيكريشن ماشي. شباب شكرا جزيلا لكم، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.